بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة ركن الفاتحة في الصلاة، وقلنا أن أركان الصلاة أولها القيام مع القدرة، النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، والفاتحة. يبقى الفاتحة رابع ركن. تكلمنا على الفاتحة بتفصيل، وما هي شروط قراءة الفاتحة، وأنها واجبة في كل ركعة، وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ثم بعد ذلك نريد اليوم أن نكمل مبحث ركنية قراءة الفاتحة لمن لم يستطيع الفاتحة. يعني نفرض إنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة، إما حديث عهد بإسلام فلا يحفظها، لسانه غير عربي فلا يستطيع أن ينطقها، فكيف يصلي في هذه الحال لحين ما يستطيع أن يتقن الفاتحة؟ يقول: ومن جهل الفاتحة لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها، أي من القرآن، وجب عليه سبع آيات. بعدد آيات الفتح، لأن الفتح سبع آيات. افرض هو حافظ قل هو الله أحد مثلا، وقل أعوذ برب الفلق، أو إنا أعطيناك الكوثر، يبقى يفضل يكررها لحد ما يكمل سبع آيات. ده لمن يحفظ غيرها من القرآن، يتقن غيرها، يبقى وجب عليه سبع آيات، أي بعدد آيات الفاتحة. فلو نقص عن السبع لم يجزئه، لو نقص عن سبع آيات لا يجزئه. وإن طال لرعايته العدد، وإن طال لرعايته العدد، يعني وإن طال وقت عدم إحسانه للفاتحة وواظب على سبع آيات غيرها، يبقى مراعاة للعدد نصحح صلاته في هذه الفترة. واستحسن الشافعي رضي الله عنه أن يقرأ ثامنة لتكون بدلا عن السورة. الإمام الشافعي قال إن هو يقرأ سبع آيات، هي دي الركن بدل الفاتحة، ويجيب آية تامنة عشان يؤدي سنة قراءة السورة بعد الفاتحة، يبقى كأنه قرأ الفاتحة وزيادة. ده الإمام الشافعي قال كده، على أساس إن هو يجيب السبع آيات بدلا عن الفاتحة وهي ركن، وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فيقوم يجيب آية تامنة علشان تبقى الآية الثامنة بدلا عن السورة. بسملة الفاتحة آية. نعم. لو هو استبدل آيات غير الفاتحة زي قل هو الله أحد، هيبسمل برضه إذا أحسن البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ما إحنا وكل في أول السورة بسملة. شوف كلام ابن الجزري في طيبة النشر، أي اللي هو بيعلم القراء كلهم، وبيقول: وكل، أي جميع القراء الذين علموا الأمة قراءة القرآن بعد النبي اللي هم العشر قراء، لأنه بيتكلم العشر قراء، وكل قارئ له راويان، وكل راوي له كيفيات أداء مختلفة، بحيث أن القرآن يؤدى بأكثر من 1000 طريقة أداء. كل ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أكثر من إحنا اللي بنسمعه قراءة حفص عن عاصم دي بطريقة أداء واحدة، يعني أنت بتسمع القرآن اللي بتسمعه ده واحد على 1000 من القرآن اللي جابه النبي، واحد على 1000، ده بيقرأ بطرق أداء كثيرة. فيبقى
بيقول ايه؟ وكل، اي جميع القراء في اول السوره بسمله. كويس، يبقى احنا الذي لا يحسن قراءه الفاتحه وهيقرا سوره غيرها واحنا قايلين ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحه، يبقى يجب عليه اشد من غيره ان يبسمل عشان يجيب حاجه من الفاتحه وهو بيتقنها، لان هو لا يتقن قراءه الفاتحه لكن يتقن قراءه بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن من الفاتحه، واحنا قايلين ان الميسور لا يسقط بالمعسور، فهي هيقرا بسم الله الرحمن الرحيم الاولاني دي اعتبارها من الفتحه اللي هو اتقنها، ولا يتقن الباقي ويحط بقيه ايات سته. ليه بقى؟ لان بالنسبه له اشد وجوبا من غيره، لان هو لم يقرا فاتح، لكن يقدر يجيب. افرض واحد حافظ نص الفتح، يبقى يجيب نص الفتح، يجيب ثلاث ايات اللي يحفظها ويكمل بعد كده اربع ايات تانيين. لكن لو جاب سبع ايات وهو يتقن ثلاث ايات وما جابش الثلاث ايات اللي بيتقنهم تبطل صلاته، لان احنا عندنا القاعده في مذهب الشافعيه الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني ما تيسر لا يسقط وجوبه اذا تعسر بقيته، لان الرسول قال ايه؟ وقت مما امرتكم ايه؟ ما استطعت. فالامام الشافعي حول الحديث ده الى قاعده، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وقت مما امرتكم ما استطعتم؟ يعني معناه ان المتيسر لا يسقط بالمتعسر، يعني انا لا استطيع ان اسجد لكن استطيع ان اقوم، يبقى لا يسقط عني ركنية القيام في قراءة الفاتحة لأني لا أستطيع أن أسجد بسبب ألم في ركبتي، فلا يجوز أن أنا أصلي قاعد من أول الصلاة. ليه؟ لأن عندي القيام متيسر لكن السجود هو اللي غير متيسر، يبقى لا يسقط عني القيام خلافا للأحناف. كويس، يبقى في الحالة دي لازم أقرأ الفاتحة وأنا واقف، وبعدين أركع وأنا واقف، وبعدين أقول سمع الله لمن حمده وأنا واقف، وبعدين لما اجي اسجد هنا بقى جيت في المعصور بتاعي اللي هو المتعسر، ان انا ركبتي تلمس الارض، اروح ساعتها اروح قاعد على كرسي واومئ بالسجود، خلصت السجدتين اروح قايم تاني اقرا الفاتحه. خدت بال حضرتك؟ ادي معنى ان الميسور لا يسقط بالمعصور. يبقى هيقرا، احنا قلنا يجيب سبع ايات ويبقى متواليه، ان كان يحفظ سبع ايات متواليه يبقى يجيب سبع ايات متواليه، لان احنا عندنا الفاتحه لازم اياتها تبقى متواليه، فيبقى عنده هو بيحفظ سبع ايات غير الفتح ويحفظهم متواليين، يبقى ما يسقطش في حقه التوالي. شفت احنا ماشيين على القاعده بتاعتنا، مذهب الشافعي ماشي على القاعده ان الميسور لا يسقط بالمعصور. نساله انت حافظ سبع ايات؟ يقول لك اه. غير الفاتحه؟ اه. متواليه؟ اه متواليه. يبقى واجب عليك تقرا المتواليين دول، ما تقراليش بقى سبع ايات غير متواليه، واخد بالك؟ لأن الفاتحة آياتها لازم على الولاء، فاهم؟ أي أو متفرقة، يبقى لو ما كانش حافظ المتوالي يقول المتفرق. أي وإن لم تفد المتفرقة معنى منظوما على المعتمد، ولو كان بيقول سبع آيات متفرقة ولا تفيد هذه الآيات المتفرقة معنى منتظم تجوز في حقه، لأنه ده المتمكن منه. وإن كان يحفظ غيرها، ولو كان يحفظ سبع آيات غيرها وتفيد معنى منتظم وهي متفرقة واختار التي لا تفيد معنى منتظم تصح منه برضه، لأن كله بدل، خلافا لمن قال إنما تجزئ المتفرقة، إنما تجزئ المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم يحسن غيرها. يبقى في وجه عندنا قال لو كان يحفظ سبع آيات متفرقات تفيد معنى منتظم وجاوزها إلى سبع آيات متفرقات لا تفيد معنى منتظم ألا تجزئ؟ في إيه؟ لكن المعتمد عندنا أنها تجزئ حتى ولو لم تفد معنى في ذاتها. أما إذا أحسن غيرها فلا وجه لإجزائها، وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقا. فهمت؟ يبقى إحنا عندنا وجهين، فالذي يقرأ في الذي يقرأ سبع آيات متفرقات ولا تفيد معنى منتظم، كويس؟ إذا كان يحسن غيرها وتفيد معنى منتظم فقرأها المعتمد أنها تجزئ، ووجه مقابل للمعتمد أنها لا تجزئ لإيه؟ لقدرته على معنى منتظم هو يحفظه، فهم؟ فإن عجز عن القرآن مطلقا، مش حافظ حاجة خالص ولا حتى بسم الله الرحمن الرحيم، عارف لو ما يعرفش يقول إلا بسم الله الرحمن الرحيم يكررها سبع مرات،
خلاص سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم كده. هو ده اللي يتقنه الفتح، يفضل يكررها لحد ما يركب. صور طبعا صعب تشوفها، لكن الفقهاء شافوها، لانه كان الاسلام كل يوم ناس بتدخل في الاسلام مئات الالوف من غير العرب، واول ما بيدخل في الاسلام عايز يصلي، وبيبقى وجوب الصلاه عليه اسرع من انه يتعلم. وعشان كده المباحث دي تكلم فيها الفقهاء القدام. انت دلوقتي تقول بقى معقوله في حد ما يعرفش يقرا الفاتحه؟ اه ما معقوله، هم مخللين المسلمين، هم ما بيصلوش حتى وحافظينها، لان انت غير متصور في الواقع العملي بتاعك دلوقتي. لكن ايامهم لا، ده كان بلاد كامله تدخل في الاسلام في لحظه، بلد كامل. وانت هتعلم البلد الكامله دي في لحظه؟ عايز تصلي بيهم، فهمت بقى ازاي؟ فيقوم ساعتها يقول لهم الاحكام دي لحين ما يعملوا بعد كده المقارئ، وفي خلال اسبوعين ثلاثه اربعه الناس كلها حفظت الفتح وتمشي الامور. فان عجز عن القران، اي بان لم يحفظه ولم يجد معلما ولا مصحفا او نحوه. احنا قلنا العجز بايه؟ انه لا يجد معلم، او لا يستطيع حفظه، او لا يستطيع قراءته من ورقه، ما بيعرفش يقرا. لكن لو بيعرف يقرا وتكتبوا له في ورقه خلاص يبقى معجز، يفتح الورقه يقراه ويصلي، يبقى كده سهل. يقراه في الصلاه، ده اشد وجوبا لانه عاجز عن القراءه. احنا عندنا اصلا لو قرا في الصلاه حتى ولا يعجز عن القراءه صحيحه صلاته عند الشافعيه كده. عشان قلنا المبحث ده بدور الفات يا جماعه، وقلنا الاحناف لا يجيزون، وقلنا احنا نرجح مذهب الاحناف في زماننا ده عشان نشجع الناس على حفظ القران. مش قلنا المبحث ده يا عماد؟ اقوله تاني يا عماد. طيب خلاص اسمع درس اللي فات. فان عجز عن القران، اي بان لم يحفظه ولم يجد معلما ولا مصحفا او نحوه، اتى بذكر، اي بسبعه انواع منه. افرض بقى هو ما يحفظش اي حاجه، يجيب بقى ايه سبع انواع من الذكر، يجيب سبع انواع من الذكر. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر. يبقى يجيب اي ذكر من الاذكار دي، انا لله وانا اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، اي حاجه عشان اللي جنبه مثلا كان مضايقه، يجوز كل الحاجات دي تمشي. يبقى اتى بسبعه انواع منه، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في الذكر بقى لازم يراعي عدد الحروف بتاع الذكر تبقى قد عدد حروف الفتح، لأن ده بدل ضعيف أضعف، التاني بدله كان قرآن، فالفتحة قرآن والبدل هنا قرآن، فلم نراعي عدد الحروف، فاهم؟ لكن هنا الذكر، الذكر ده مش قرآن خالص. يقوم ساعتها يراعي بقى عدد الحروف. فهمت بقى؟ يراعي عدد حروف الفتحة. ثم يكرر ذلك أو يزيد عليه حتى يبلغ قدر الفاتحة، وإلا فمعلوم أن ذلك ينقص عنها. والدعاء كالذكر، لكن يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو بغير العربية. طب والدعاء برضو يحل محل الذكر، بس يدعي بأدعية متعلقة بالآخر. شو يقول يا رب ارزقني كيلو كباب، يا رب ارزقني جزمة حلوة، لا، لأن أمور الدنيا واخد بالك ممكن يجملها في دعاء جميل. اللهم مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هي دعاء وذكر وقرآن، يبقى ممكن يحل محلها لو أحسنها. لو لم يحسن يبقى نقول له ادعي دعاء متعلق بالآخرة أولى من أدعية الدنيا. لكن يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو بغير العربية. يعني لا يحسن أن يدعو دعاء متعلق بالآخرة إلا بلغته هو غير العربية، نقول له خلاص قوله حتى بلغتك غير العربية. ومنه اللهم ارزقني زوجة حسناء، ده يتعلق بالدنيا. يعني بيدي لك مثال للأدعية اللي إيه ما يلقش يعني يقول. أو يقول كاللهم ارزقني دينارا، ومنه اللهم ارزقني زوجة حسناء، دي يتعلق بالآخرة على فكرة، زوجة حسناء دي ليه؟ لأنها هتعف على ديني، يبقى ممكن. لكن لو قال اللهم ارزقني دينارا كيلو ذهب مفيش مانع يقوله، بس إيه مش بدل الفتح، لكن يقوله في السجود، يقوله بعد ما يرى الفتحة، لكن ما يبقاش بدل.
بدلا عنها، لكن لا يجب أن يقصد البدلية، بل الشرط ألا يقصد غيرها حتى لو استفتح أو تعود بقصد تحصيل سنتهما فقط لم يجزئه خلافا لابن حجر. ابن حجر الهيثمي قال إن يجب أن يقصد البدلية بهذا الذكر، أن هذا الذكر بدلا عن فتح يقصده في قلب، ولكن الباقيين قالوا لا يجب القصد البدلية، بحيث لا ينقص عن حروفها. يبقى الذكر يراعي في عدد الحروف، أي حال كون البدل متلبسا بحيث لا ينقص مجموعه عن مجموع الفاتحة، سواء كان البدل قرآنا أو ذكرا أو دعاء. حتى هنا القرآن قال لك برضو لازم يراعي عدد حروف الفتحة، حتى القرآن أو ذكرا أو دعاء، ولا يشترط مساواة الآيات ولا أنواع الذكر والدعاء. والحرف المشدد من البدل كالحرف المشدد من الفاتحة، والحرفان منه كالحرف المشدد منها لا عكسه. وحروف الفاتحة 156 بإثبات ألف مالك، يبقى 156 حرف بإثبات ألف مالك، و155 بحذف ألف مالك تبقى ملك، ملك يوم الدين، و55 بحذفه. وكان بعض العلماء يقرأ في الركعة الأولى مالك يوم الدين، وفي الركعة الثانية يقول ملك يوم الدين، عشان يبقى طول في الركعة الأولى عن الركعة الثانية، طول بحرف، ياخد سنة الإطالة. وكان بعض العلماء يقرأ في الركعة الأولى مالك بإثبات الألف، وفي الثانية ملك بحذفها، لأنه يسن تطويل الأولى عن الثانية ولو بحرف، كذا قالوا. والحق أنها 138 بالابتداء بألفات الوصل كما قاله الزيادي، ووجه ما قالوه عد الشدات 14 حروفا مع عد ألفي صراط في الموضعين وألف الضالين لكونها ملفوظا بها وإن كانت محذوفة رسما، فإن زيدت هذه 17 على 138 على 138 كانت الجملة 156 بإثبات ألف مالك و55 بحذفها، ووجه ما قاله الزيادي إسقاط الشدات 14 لكونها صفات للحروف. يعني هو في ناس عدوها أكتر على أساس عدوا الحرف المشدد حرفين، وعد الألف اللي هي الهمزة الوصل عدها حرف، ففي ناس عدوها أكتر، لكن بيقول لك الراجح إن الحرف المشدد التشديد صفة للحرف وليس حرفا، فما يتعدش الحرف المشدد حرفين، فيبقى إيه زي ما احنا قلنا هتبقى 156 أو 155. ووجه ما قاله الزيادي إسقاط الشدات 14 لكونها صفات الحروف المشددة وليست بحروف حقيقية، وإسقاط ألفي صراط في الموضعين وألف الضالين لكونها محذوفة رسما وإن كانت ملفوظا بها. قوله فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا، لا يحسن حاجة خالص أو لا يستطيع، جاله عطب في لسانه، يبقى ساعتها هيقف بقدر الفتح، يقف بقدر الفتح، أي ولا دعاء. فإن قيل فبماذا دخل في الصلاة وكيف انعقدت الصلاة، أجيب بأنه يصور ذلك بما إذا لقنه شخص التكبير فأحرم بها ثم ذهب، أو كان حافظ وبعدين نسي، جاله زهايمر، مش في مرض اسمه زهايمر، واحد ينسى كل حاجة حتى ينسى ولاده وينسى اسمه، زهايمر ده لكبار السن، وممكن يجي في واحد في أي سن، آه يحصل له ضمور لأي سبب، ربنا يسلمنا جميعا، يعني ملوش، هو طبعا بيجي في كبار السن أكثر، لكن ممكن واحد في شبابه يجي له مرض أو عطب أو شيء من هذا في مركز الذاكرة، أو يتعرض لحادث أو شيء من هذا فيفقد القدرة على النطق. فبيدي لك مثال إزاي يعجز عن الاثنين، يعني طب ما دخل الصلاة بإيه؟ قال لك افرض واحد قال له أنا هقعد جنبك وانوي الصلاة وحلقنك أهو واخد بقى وأنا قاعد جنبك، فيروح قايل الله أكبر، يروح التاني إيه حد ينادي عليه أو يرن المحمول بتاعه فيخرج يرد عليه، فلاقي نفسه دخل في الفتح في الصلاة وغرق مش عارف يقول حاجة، الراجل ساب، يوم ساعتها يقف بقدر الفاتح أو نسيها ثم نسيها. فإن كان لا يعرفها بوجه
أبدا دخل في الصلاة بدونها كالأخرس. الأخرس بيدخل أصلا الصلاة بدون قراءة أصلا لأنه أخرس. يعمل إيه بقى النوع ده؟ وقف بقدر الفاتحة، يقف مدة قد الوقت اللي يكفي لقراءة الفاتحة من الإنسان معتدل القراءة، أي بالنسبة للوسط المعتدل في ظنه، ويندب أن يقف وقفة بعدها بدلا عن السورة، يعني يقف وقفة قد الفتحة وزيادة شوية بدلا عن قراءة السورة. ولا يجب عليه تحريك لسانه، ده لمن لا يستطيع الفتحة ولا أي قرآن ولا أي دعاء ولا أي ذكر ولا أي بدل ولا يوجد من يلقنه ولا كل الولاد كويس. ولا يجب عليه تحريك لسانه كمان، بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه. الأخرس بقى اللي طرأ عليه الخرس يعني كان بيتكلم طبيعي، فجاله مرض منعه عن الكلام لكن لسانه بيتحرك، يوم يقف يحرك لسانه، واخد بالك، بس حركة كده يلعبه كأنه بيقرأ. ده الفترة اللي هو واقفها، لأنه احنا قلنا قايلين إن الميسور لا يسقط بالمعسور، والقراءة فيها تحريك لسان، وهو يستطيع أن يحرك لسانه فيبقى يحرك لسانه. حرك لسانه مع مرور الآيات على قلبه. لو قدر يمرها على قلبه خير وبركة. افرض إن هو أصيب حتى بعدم تركيز خالص، مش عارف يمر حاجة. في بتشوف الناس دي، في ناس كبار كده تلاقي خلاص يعني نسي اللي كان حافظه من القرآن كله، زهل، ويبقى لسه مصلي ويقول لك أنا ما صليتش، ويقوم يتوضى ويصلي تاني. ما شفتش أنت المناظر دي؟ تشوف في ناس كتير كده. فنسأل الله أن يسلمنا جميعا. ولو قدر على بعض الفاتحة وبعض غيرها أتى ببعضها في محله وببعض غيرها في محله، تقدم أو تأخر أو توسط. يعني افرض هو يقدر على آخر الفتحة لكن أولها لا، يقوم يجيب البدل في الأول ويجي في الآخر آخر الفتحة لأنه مكانه الآخر. افرض يقدر على وسط الفتحة، يا دوب مش حافظ إلا اهدنا الصراط المستقيم، يقوم يقرأ شوية في الأول لحد ما يجي في الوسط يقول اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين يكمل البدل لأنه في الوسط. يبقى كل حاجة يحط البدل في مكانه، واللي يقدر عليه يحطه في مكانه، إذا كان في الأول في الأول، في الوسط في الوسط، في الآخر في الآخر. كل ده ماشي مع قاعدة إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. قاعد بس بيصورها لك في صور كتيرة، لكن هي قاعدة واحدة، في ذهن الفقيه قاعدة واحدة. ولو قدر على بعض الفاتحة فقط كرره. يبقى لو قدر على بعض الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بس. قول له اقعد كرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يفضل يكررها كده بقدر قراءة الفاتحة، ونقعد نحسب له حروفها دي وحروف دي مع بعض، يكررها كم مرة عشان تبقى 156 حرف، ونقول له كررها كذا مرة، واخد بالك، يبقى كده سهل لأنه قدر عليها ولا يقدر على غيرها. يعني يحافظ الآية الرابعة من الفاتحة، يبقى يجيب ثلاثة الأول ويجي في الرابعة يقول اللي يحفظها، وبعدين يجيب بعدها ثلاثة تانية، يبقى كده سبعة، سهل. وكذا لو قدر على بعض القرآن، برضو لو قدر على بعض القرآن يفضل يكرر، هو مش حافظ سبع آيات لكن حافظ آيتين من القرآن، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، بس تقول له قول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إيه؟ مش عارف يقول، يفضل بقى يكررها وتحسبها له، تحسبها له كم حرف وتقول له يكررها لحد ما ايه تبقى بنفس عدد الفاتح. واما لو قدر على بعض الذكر او الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف، والمعتمد انه يكرره ايضا في الذكر والدعاء، وهو واضح. ولو شرع في البدل ثم قدر على الفاتحة قبل فراغه لزمته، يعني هو نوى، والراجل اللي قاله انا هلقنك مش فشرع في البدل اللي هو الذكر، بعد شوية بس تلاقى دخل وابتدى يلقنه، يبقى يتلق لأنه استطاعه بعد شروعه في البدل. أو قال له أنا هدي لك ورقة مكتوبة فيها الفاتحة وبيعرف يقرأ، بس أنت انوي الصلاة بس وهحطها لك أنا على الحامل قدامك،
فراح هو دخل في الفاتحه في الصلاه، راح الراجل انشغل لاي سبب ما حطهالوش، وبعدين بعد فشرع في البدن، وبعدين افتكر فراح جاب له الحامل وحط له، يبقى استطاعها في اثنائها، يبقى ايه يجيبها. فهمت بقى؟ ادي معنى لو ايه، ولو شرع في البدل ثم قدر على الفاتحه قبل فراغه لزمته، كما في العباد، كتاب العباد وغيره، فان كان بعد فراغه ولو قبل الركوع اجزاه. طب افرض هو فرغ من البدل وهيركع خلاص، واستطاع الايه في الحاله دي، لا يجب عليه انه ينتظر بقى خلاص، لانه خلاص خلص القيام، هيشرع في الركوع ويبقى يجيب في الركعه الثانيه بقى أجزاءه. ومثل ذلك يقال في قدرته على الذكر والدعاء، فإن كان قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة لزمه، وإلا فلا. وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها، بعضهم اختار هذا البعض لما في غيره من إهام صحة قراءة البسملة في غير محلها، وأما هذا البعض ففيه تصريح بالمراد، لكن ربما يقتضي صدره وهو قراءة الفاتحة بعد إلى آخره أن البسملة ليست منها، إلا أن يحمل على أن المعنى وقراءة معظم الفاتحة بعد إلى آخره بقرين القول وهي آية منها. يعني دي في نسخ بيقول وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها، يعني هو لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد بها الاستفتاح ولا يقصد بها الفاتحة؟ عندنا لا تجزئ، لا تجزئ، لان لازم يقصد انها فاتحه. واضح؟ وعشان كده بيقول لك النسخه دي فيها ايهام بانه بيقرا الفاتحه بعد بسم الله الرحمن، كان بسم الله الرحمن مش منه. فهمت؟ علشان كده بيقول لك لا، ده هو قال في الاخر وهي ايه منه، علشان يشيل يزيل من ذهنك اعتقاد ان ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه افتتاحيه من كل السور وليست ايه من الفاتحه بالخصوص. والخامس من الأركان الثمانية عشر للصلاة، الخامس الركوع. يبقى احنا قلنا النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام والفاتحة، أربعهم، الخمسة الركوع. والخامس أي من الأركان الثمانية عشر الركوع، وهو لغة مطلق الانحناء. يبقى مطلق الانحناء كده لما انحنى صلبك كده اسمك راكع في اللغة، ده في اللغة كده. شرعا ايه بقى، ازاي اقول ان ده راكع في الناحية الشرعية؟ ادنى انحناء بحيث اقول ان كده ده ركوعه صحيح، ان ايديه توصل لركبتيه. لو انحنى انحناء ايديه وصلت لركبتيه وهو معتدل الخلقة، معتدل الخلقة اللي هو ايه، لما يفرد ايديه بمحاذاة كتفه كده بالعرض كده، وتقيس الطول ده من طرف صباع يده هذه الى طرف الصباع الثاني، تلاقيه طول قامته، بيعرفها الترزي. حتى لما يجي يقيس لك بتقول يا سلام، يقول لك يا سلام انت جسمك مظبوط يا سعاده البيه. انما ساعات الترزي يقول لك ايدك طويله شويه يا سعاده البيه، اطول شويه من المعتاد، لانه لما يجي يقيس طول الكم ويقيس طولك يلاقي ان الايد طويله شويه، بالمعنى يعني ايه الطول الحسي مش الطول المعنوي، يعني حرام يعني. والا بقى الله اعلم، يكون عارف انك انت مثلا تكون مسؤول في الحكومه وخدت اموال الناس ويقول لك ايدك طويله يا سعاده البيه، فتبقى فرصه يعني بحبح. لكن ايه، على اي حال يبقى ده معتدل الخلقه، معتدل الخلقه ده، يبقى معتدل الخلقه ادنى ركوع لي ان يوطي كتافه بحيث ان ايده دي تلمس ركبتيه، اول ما لمست ده ادنى الركوع. يعني لو ايده قبل ما تنصر من ركبتيه ووقف مع كده وبعدين قال سمع الله لمن حمده، ما ركعش. فهمت ازاي؟ ده ادنى الركوع. اكمل الركوع انه يستوي ظهره ويبقى عامل زي زاويه قايمه، ده اكمل الركوع. فهمت بقى؟ يبقى في ادنى ركوع واكمل ركوع. وشرعا ان ينحني بغير انخناس. بغير انخناس يعني ايه؟ يعني مش يقعد يأثر نفسه كده، لا، يعني ينحني بحيث ايده تطول ركبته من غير ما ايه يأثر نفسه. فهمت؟ ادي معنى الانخناس. قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، بقدر ما راحتيه يعني ايديه، سموها راحتين ليه؟ عشان الانسان
بيستريح عليها، واخد بالك؟ يبقى سموها الراحتين، قدر بلوغ راحتيه ركبتيه كما سيذكره الشارح. وقيل معناه لغة، يبقى الركوع ليه معنى لغوي آخر، لغة معنى مطلق الانحناء، ومعنى في اللغة الخضوع برضه، الخضوع، وهو من خصائص هذه الأمة. يبقى الركوع من خصائص هذه الأمة، فإن الأمم السابقة لم يكن في صلاتهم ركوع، كان قيام وسجود. وأما قوله تعالى واركعي مع الراكعين، ده لستنا مريم، أي فصلي مع المصلين، من باب إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل، كذا قيل. على أساس الراكعين هنا هم معنى المصلين، والراكعين يعني إيه؟ الساجدين في الأمم السابقة. وبعدين جت أمة النبي بقى إيه؟ عندها قيام وركوع وسجود، فصلوا. ونظر فيه بأنه إذا لم يكن في صلاتهم ركوع فكيف يقال بأنه من إطلاق الجزء وإرادة الكل، مع أنه لم يكن الركوع جزء من صلاتهم. فالأحسن التأويل بأن المراد اركعي مع الراكعين، أي اخضعي مع الخاضعين. فاهم؟ يعني بيقول لك ما تأولهاش تقول ده إطلاق الجزء على الكل، أنت بتقول أصلاً الركوع مش جزء في صلاتك، فإزاي تقول لي من باب إطلاق الجزء على الكل؟ يبقى الأولى تفهم معنى الركوع هنا للأمم السابقة بمعنى الخضوع. بالمعنى اللغوي بمعنى الخضوع او الخشوع، كما هو المعنى اللغوي على القول الثاني. وشرع الركوع شرع في صلاة العصر، لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال اول صلاة ركعنا فيها العصر، فقلت يا رسول الله ما هذا؟ فقال بهذا امرت. فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر قبل ذلك وقيام الليل قبل فرض الصلوات بلا ركوع، وهذا قرينة على خلو صلاة الأمم السابقة عن الركوع. واعلم أنه يجب في الركوع ألا يقصد به غيره فقط، يعني لازم لما تيجي تركع تهوي تقصد الركوع. لكن افرض أنك أنت خلصت قراءة السورة وبعدين جيت نويت تركع، فانت نسيت انك هتركع، فافتكرت انك هتنزل للسجود، فلما وصلت لحد ادنى حد للركوع كويس، افتكرت انك انت عليك ركوع من السجود، فغيرت ورحت راكع. تبقى في الحاله دي غلط، لان انت ما كنتش قاصد تنزل الركوع، لازم تهوي قاصدا الركوع. يبقى في الحاله دي ترجع فارد صلبك تاني وتهوي للركوع، عشان يبقى قصدك الحركة دي قصدا ايه؟ الركوع. لو الإمام نزل على ركبتيه تاخذ منه ركعة، ثاني يقف؟ ايوه طبعا، بيقول لو الإمام نزل على ركبتيه علشان يسجد وبعدين افتكر لما وصل للأرض إن هو المفروض كان يركع، في الحالة دي يروح واقف كامل وبعدين يركع، مش يطلع من السجود على ركوع على طول، عشان لازم الهوي ده يقصد به الركوع. فهم؟ واعلم انه يجب في الركوع الا يقصد به غيره فقط، فلو هوى بقصد سجود تلاوة، افرض هوى بقصد سجود تلاوة، فلما وصل الحد الراكع عنى له، يعني طرأ في ذهنه ان يجعله عن الركوع، لان سجود التلاوة انت مخير فيه، فهو بينازل كده عشان يسجد للتلاوة، فلما وصل لحد الركوع قال ايه؟ قال ما تخليها بقى ركوع عشان اخلص بسرعة، لانك افتكرت معاد او اي شيء من هذا، فعنى لك ان تجعله ركوع. ففي الحالة دي بيقول لك ايه؟ لم يكفي، بل يجب عليه القيام ليركع منه. نعم ان كان تابعا لامامه كفاه، لو كان مأموم بس في الحالة دي يكفيه. يعني ايه؟ يعني الامام بيقرأ قارة سجدة وراح قال الله اكبر، فانت راجل عارف ان ده موضع سجدة، فرحت نازل عليك هتسجد، بصيت لقيت الامام ركع. فهمت؟ يبقى لك انك انت تركع لمتابعة الامام، مش ترفع فهمت ازاي؟ ده للمأموم بس، مش بتحصل ساعات بالذات الامام بيقرأ في سورة صاد، وسجدة صاد عند الشافعية ليست سجدة في داخل الصلاة. كويس؟ فانت متصور لانك انت مالكي او حنفي
وصل لسجدة الصلاة هيسجد، فقال الله أكبر هيسجد، بصيت لقيته طلع شافعي ما بيسجدلهاش في الصلاة، فراح ركع، وأنت نزلت وراه على إنه هيسجد فلقيته ركع، تروح إيه موقف على الركوع على طول. كويس؟ ويبقى في الحالة دي يسقط عنك قصدك الهوي للركوع، لأنك مأموم. أيوه، حتى لو سجد ولقى اللي حواليه راكعين يروح قايم على الركوع. ده بالنسبة للمأموم بس. كما لو قرأ إمامه سجدة آية سجدة فهوى، فظن المأموم أنه أي الإمام هوى لسجود التلاوة، فهوى لذلك فرآه لم يسجد بل هوى للركوع فيتبعه، ويقتصر على ذلك المأموم ويكفيه لغرض المتابعة. يبقى إن سقط عنه القصد لغرض المتابعة، فهمت بقى؟ وأقل فرضه، أقل فرضه، أقل فرض إيه؟ الركوع يعني. مبتدأ خبره قوله أن ينحني، مش بيقول الركوع. وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلق سليم يديه وركبتيه أن ينحني، يبقى أدي إيه؟ أقل فرضه خبره أن ينحني بعد ايه الكلام الفاصل ده. واقل فرضه مبتدأ خبره قوله ان ينحني، وكان الاولى ان يقول واقله بحذف لفظ فرض، لانه يقتضي ان فرضه له اقل واكمل، مع ان اقله هو الفرض فقط واكمله المندوب. يبقى الفرض هو اقل الركوع، ده الواجب، لكن كمال الركوع ده سنة، فهم؟ هيئة يعني من هيئات الصلاة كما سيأتي. فالأقل فالأقل والأكمل إنما هو صفتان، فالأقل والأكمل إنما هما وصفان للركوع من حيث هو، يعني من حيث هو ركوع لا لفرضه، إلا أن يجاب بأن الإضافة للبيان أي أقل هو فرضه، ومما يدل على أن الأكمل للركوع لا لفرضه قوله فيما بعد وأكمل الركوع، ولم يقل وأكمل فرضه، نبه عليه الشيخ عطية. الشيخ عطية كان شارح برضه بيشرح، فنبه على الحتة دي. لقائم يعني أقل الركوع لمن يصلي قائما، لأن في حيجي لك واحد بيصلي قاعد، طب إيه أقل الركوع للقاعد؟ طب إيه أقل الركوع للي بيصلي مضطجعا؟ يبقى كل إيه حال بيختلف على حسب هو بيصلي من اي وضع. لقائم، واما اقله لقاعد فهو ان ينحني بحيث تحاذي جبهته ما امام ركبتيه. يعني انا بصلي قاعد اهو، يبقى اقل الركوع ان انا انحني كده بحيث لما تعمل خط من جبهتي كده تيجي قدام ركبتي. كويس؟ لكن ما ينفعش اعمل كده. لان ايه؟ الا لو كان عندي الم في ظهري بقى، مش قادر اسيب مسند الكرسي. خد بالك؟ يبقى معلش. وأكمله أكمل الركوع أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة، ده للقاعد برضه، وإلا كان سجودا لا ركوعا. وقوله قادر على الركوع سيأتي محترزه في قول فإن لم يقدر، فقد أخذ محترز القادر وترك محترز القائم، وقد علمته. بالنسبة لمعتدل الخلقة بقى، أقل الركوع لمعتدل الخلقة وغيره، وغير معتدل الخلقة كقصير اليدين، افرد إيديه أقصر، يبقى برضه لما تلمس إيدي ركبتيه. لكن في ناس هو واقف كده أصلا من غير ما ينخنس ولا يوطي إيده لمس ركبتيه، يبقى ده لازم ينحني. فين؟ لازم بقى ينحني. وغيره كقصير اليدين وطويلهما يقدر معتدلا. وقوله سليم يديه وركبتيه وغير السليم كمقطوع اليدين يقدر سليما، يعني طويل اليدين نعتبر ان ايديه زي الانسان المعتدل فينحني قد انحناء المعتدل. كويس؟
وقصير اليدين ينحني لحد ايه؟ ما يلمس ركبتيه. فهم؟ ان ينحني اي انحناؤه. فان وما بعدها في تأويل مصدر كما هو ظاهر، يعني الانحناء، ان ينحني يعني انحناء، بغير انخناس، بخلاف ما لو انحنى بانخناس، وهو ان يطأطئ عجيزته. يطأطئ عجيزته يعني عموده الفقري كده ايه، يخنسه وينزله لتحت اللي هو عجزه، يقوم ايه هنا يبقى كده كأنه قرب ايده من غير انحناء، فما ينفعش. ويرفع رأسه ويقدم صدره، ثم إن كان فعل ذلك عامدا بطلت صلاته، وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام. يبقى لو فعل كده عامد تبطل صلاة، طب لو فعل كده وهو مش متعمد يبقى نقول له ارجع قم واركع. ويركع ركوعا كافيا ولا يكفيه وي الانخناس، يبقى لازم يعتدل الانخنس ده، يعتدل تاني ويركع ركوعا يكفيه ولا يكفيه الهوي بالانخناس، يبقى يرجع تاني قايم. وين قدر اي انحناء قدر، فهو منصوب على انه صفة لموصوف محذوف هو المفعول المطلق، يعني ينحني انحناء قدر كذا، فكأن قدر ده صفة لمفعول مطلق محذوف مقدر، هو المفعول المطلق لينحني. وقوله بلوغ أي وصول، وقوله راحتي هما بطن الكفين ما عدا الأصابع، وقول ركبتيه أي موصلي ساقيه وفخذيه. مكتوبة إيه؟ مفصلي موصلي وممكن تبقى مفصلي، أي موصلي ساقيه وفخذيه، فلو وصلت أصابع ركبتيه لم يكفي، يعني لو انحنى بحيث اصابعه وصلت لكن لسه راحت يدي ما وصلتش يبقى لا يكفي، لازم لحد ما توصل راحتي، يعني كده بس لا لازم لما راحتيه توصل. لو اراد وضعهما عليهما، يعني ما يشترطش انه يلمس ركبتيه، لازم يبقى الانحناء بقدر انه يستطيع انه يلمس ركبتيه بكفيه، لكن ما يشترطش انه يلمس ركبتيه. يعني لو ركع وساب ايديه مدلدله كده ومحدش ايديه، يعني ركوعه صحيح لكنه مش كامل الهيئه، مش كامل الهيئه، كمال الهيئه انه يمسك ركبتيه. اي لو اراد وضع راحتي على ركبتي لوصلتا، فجواب لو محذوف يدل عليه ما قبل، واتى بذلك لئلا يتوهم انه لابد من وضعهما بالفعل. هو بيقول ايه؟ بحيث لو استطاع، لو اراد ان يمس ركبتي براحتي مسهم، قايل لك كده ليه؟ عشان ما تظنش ان اقل فرد في الركوع ان لازم يلمس ركبتيه، قال لك لا، ده عشان يلمس ركبتيه دي ويمسك ركبتيه، واخد بالك؟ ده اكمل الركوع، وهو بيتكلم في اقل فرد الركوع مش في اكمله. فان لم يقدر، قد عرفت انه مفهوم القادر السابق، انحنى مقدوره. طب افرض ما يستطيعش بسبب اي الم او اي عاهة او اي شيء، مش قادر ينحني خالص، يبقى ايه؟ بقدر استطاعته، على قد ما يقدر. واومأ بطرفه، عبارة ايه؟ الخطيب، والعاجز ينحني قدر امكانه، فان عجز عن الانحناء اصلا اومأ برأسه، يبقى برقبته، يومئ برأسه، لو لم يستطع الانحناء بظهره يبقى برأسه، يعني يحرك رقبته. طيب ما استطاعش برأسه يبقى بطرفه، بعينه يبص على الأرض، يروح باصص على الأرض كده، سهلة، يبقى كأنه ركع. ومنها تعلم أن الشارح أسقط مرتبة بعد انحناء مقدور وقبل الإيماء بطرفه، وهي الإيماء برأسه، وأن قوله وأومأ بطرفه إشارة للمرتبة الثالثة، فكان الأولى أن يعبر فيها بثم بدل الواو، لأنه ربما يوم أن الانحناء والإيماء بطرفه مرتبة واحدة، فلا وجه لضمه لسابقه. وبالجملة فهي عبارة غير محررة، يعني مش دقيقة. والطرف بسكون الراء البصر، الطرف، إنما الطرف يعني مؤخرة الشيء، يبقى الطرف لما افتح الراء تبقى مؤخرة الشيء، إنما الطرف اللي هو إيه؟ البصر.
والمراد هنا الأكفان، يبقى ايه؟ بكفون عينه، يعني يسبل عينه بلغة المصريين، يقفلها نص قفل كويس، يبقى ده معناه أومى بجفنه. ولو عبر بها بالأجفان أولى، لأنها هي التي يومئ بها دون البصر، يبقى مش البص كويس، لأنه أصلا المفروض هو بيصلي بينظر موضع سجوده. وأكمل الركوع، هيوصف لك أكمل الركوع، يبقى ما زاد عن ذلك سنن بقى في الركوع. وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه، يبقى ظهره وعنقه بخط واحد، لدرجة كان يقول لك لو وضعوا إناء على ظهر المصلي منكب من كتر الاستواء. تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفيحة واحدة، ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه، ويبقى ساقيه مفرودين مش تنيهم تاني ركبتيه، يبقى شاد ركبتيه وماسكهم بايديه الاثنين، وظهره مستوي مع عنقه، مش عامل ظهره مستوي يجي رقبته مسقطها كده ولا باصص كده، فهمت ازاي؟ رافعها لفوق يعني وهو راكب، لا كده ولا كده. واكمل الركوع ذكر له ثلاث اشياء: التسويه والنصب، نصب القدمين الساقين يعني، والاخذ، مش تنصب على زميلك يعني تاخد ماله، لا تنصب ساقيك، والاخذ، والاخذ بالكفين. فجعلها خبرا عن اكمل الركوع وهو مندوب ويكره تركه، وكان الاولى ان يقدم ذلك على قوله فان لم يقدر الى اخره، لان ذلك في حق القادر فقط. تسويه الراكع اللي هي اول حاجه التسويه، من اضافه المصدر لفاعله، تسوية الراكع، تسوية دي مش دي مصدر، مصدر سوى، تسوية مين اللي بيسوي؟ الراكع، مش كده برضو؟ كأنه أضاف المصدر لفاعله، أضاف المصدر لفاعله. وسواء كان الراكع ذكرا أو أنثى أو خنثى، وقول ظهره مفعول للتسوية، وقول وعنقه معطوف عليه يبقى منصوب برضو، وقول بحيث يصيران أي ظهره وعنقه، وهذا تصوير للتسوية وبيان لضابطها. وقول كصفيحة واحدة أي كلوح واحد من نحاس لا عوجاج فيه. ونصب ساقيه، يبقى الحاجة الثانية احنا قلنا التسوية والنصب والأخذ، ونصب ساقيه عطف على تسوية، وكان الأولى أن يقول ونصب ركبتيه، لأنه يلزم من نصب ركبتيه نصب ساقيه ولا عكس. يعني كان بيقول، كان الأولى يقول نصب ركبتيه، لأن ممكن يبقى يعني نصب ساقيه وركبتيه، لا بيقول ونصب ركبتيه، لأنه لا يلزم من نصب ركبتيه نصب ساقيه ولا عكس، ولا يلزم من نصب ساقيه نصب ركبتيه. فكان الأولى الكلام عن الركبة. وأخذ ركبتيه بيديه أي بالفعل للاتباع في ذلك، بالفعل يعني أخذها بفعله بالفعل، مش يخليها كده بالمحاذاة دون ما يلمسهم، لا. ليه الأخذ بالفعل؟ عشان للاتباع، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، مع تفريق أصابعي تفريقا وسطا لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات، يبقى يفرق اصابعه كده وايه ويمسك بيها ركبته كويس، تفريق بسيط يعني، لانها اشرف الجهات. والاقطع اللي مقطوعه ايديه، يعني الاقطع اللي مقطوعه ايده ملوش كفين، لا ياخذ ركبتي بيديه بل يرسلهما ان كان مقطوعهما، او احدهما ان كان مقطوع واحده، ومثل الاقطع قصير اليدين. يفرد واحد ايديه، في عيال تتولد كده تلاقي ما عندوش عضد، خلقته كده العضد ده اللي هو ايه من الكتف للمرفق، تلاقي يا دوب هو المرفق بتاعه في كتفه. شفتوا عيال كده؟ تروح ابو الريش قسم العظام تلاقي عيال مولوده كده ورايحين هناك، تلاقي ليه شبكه كده على طول،
تلاقي كف ايده بس، ما عندوش العدد ده. فده يعمل ايه؟ هيركع بس حتى لو ما طالتش ايده، ما يجراش حاجه حتى لو ما طالتش. ولو واحد في حادثه قطعوا له ايده بسبب حادثه او شيء منها برضه ايه؟ مش هيلمس بايه خلاص. والسادس، السادس من الاركان الطمأنينه. يبقى ركعه وصل لادنى الركوع او اكمل الركوع يطمئن، يعني يتسكن اعضاؤه بقى، تسكن اعضاؤه. ادي معنى الطمأنينة، يوصل لمرحلة اعضاؤه كلها تسكن من الحركة، مش على طول نازل كده، اول ما يوصل يروح راجع تاني، ما سكنتش لحظة. دي معنى الطمأنينة، ان تسكن الاعضاء. والسادس اي من اركان الصلاة الثمانية عشر الطمأنينة، ولا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة. قال لك طب يعني افرض هو قاعد يركع يركع لحد ما وصل لاكمل الركوع ونزل اكتر كمان شويه فرفع، فالحبه اللي نزلهم زياده دول يحلوا محل الطمانينه؟ ينفع؟ قال لك لا تقوم محل الطمانينه، لان الطمانينه سكون وزياده الهويه حركه. فهمت بقى؟ فلا تقوم مقام الطمانينه، زياده الهويه. واقلها، اقل الطمانينه، أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفع عن هويه، يبقى في حد فاصل بس أقلها. أقلها كده إنك أنت تشوفه لحظة ثبت. لحظة. دي أقلها. بحيث تقول أه أو ثبت أهو بعدين يرجع يرفع. وهي سكون بعد حركة. يبقى الطمأنينة تعرفتها هي الطمأنينة سكون بعد حركة. أي سكون الأعضاء بعد حركة الهوي للركوع وقبل حركة الرفع منه، ولذلك قيل هي سكون بين حركتين. يبقى الطمأنينة هي سكون بين حركتين. ولو عبر الشارح بذلك لكان أوضح، بدل ما يقول الطمأنينة هي سكون بعد حركة كان الأولى يقول سكون بين حركتين، كان يبقى أوضح. والمراد من العبارتين واحد، قوله فيه متعلق بالطمأنينة وهي سكون بعد حركة فيه أي الركوع. والمصنف يجعل الطمأنينة من الأركان، وقول أي الركوع تفسير للضمير فيه، يبقى فيه هنا ظرف. الطمأنينة هي السكون في الطمأنينة أثناء الركوع، يبقى الهاء تعود على الركوع والظرف يعود في الايه؟ على متعلق بالطمأنينة. فهمت؟ لأننا ظرف وضمير. والمصنف يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا، على شكل عدوها 18. في بعض العلماء بيعدوا الطمأنينة في ايه؟ كلها المتكررة في كل ركن، ركن واحد، فتلاقي يعد لك اقل. وفي ناس ما يعدوهاش خالص على اساس انها صفه للركن وليست ركن منفصل. ده صفه للركوع وصفه للسجود، فما يعدوهاش خالص وهكذا. وعشان كده تجد عدد الاركان يختلف من كتاب لكتاب على حسب المصنف عدها متكرره ولا جمعها كلها على اساس انها كلها صفه واحده وهي سكون بين حركتين، فيقول لك والاطمئنان في الصلاه ركن ويعتبره واحد، مع انه متعدد في السجود والجلسة بين السجدتين وفي الركوع وفي القيام وغيره. فهمت ازاي؟ وبالتالي وفي ناس ما يعدوش خالص على اساس ان هو صفة للركن وليس من الاركان، وبالتالي تجد ان الخلاف في العدد تجده موجود في كتب كتيرة، في كتب فقه الصلاة، لكن كلهم اهتموا بيه، لكن في العد اختلفوا من وجهة نظرهم. ادي معنى الكلام. والمصنف يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا أي فلذلك عدها من الأركان. وقول وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان أي صفة تابعة للأركان الموصوفة بها، وعلى كلا القولين لا تصح الصلاة بدونها، بدون الطمأنينة. فالخلف لفظي وقيل معنوي. طالما قالك لا تصح الصلاة بدونها يبقى هو اعتبرها انها هامه جدا كانها ركن، يبقى الخلاف هنا لفظي. قال لك لا، ده لما يخليها هيئه للركن يبقى خلاها شرط مش ركن،
لانها وصف لايه؟ للركن. ويبقى هنا الخلاف معنوي يعني له معنى. ادي معنى الخلاف المعنوي يعني له معنى ينبني، والتاني خلاف لفظي يعني ملوش معنى في الخارج، ما يؤثرش في الخارج، يبقى مجرد ايه؟ بس مناقشة. والسابع بعد الاطمئنان، اي من اركان الصلاة لكن محط الركنية على الاعتدال. بيقول والسابع الرفع من الركوع والاعتدال قائما، هو محط للركنية مش الرفع. السابع مش الرفع، ده السابع الاعتدال، مش الركن والرفع كده، ده الركن ان انا اعتدل قائما، فهم؟ يبقى وسيلة الركنية هي الرفع، ده وسيلة الركن وليست الركن. يبقى الرفع هنا وسيلة لان احصل الركن وهو الاعتدال، لان مش هعرف اعتدل الا لما ارفع، مش كده برضو؟ يبقى ده اسمه وسيلة. زي في الركوع مش هعرف اركع الا ما اهوي، يبقى الهوية وسيلة تحصيل الركن وليس هو الركن ذاته. فهمت كلام المشايخ؟ والسابع اي من اركان الصلاة لكن محط الركنية على الاعتدال، واما الرفع من الركوع فهو مقدمة له كالهوية للركوع والسجود، فكان الاولى حذفه. وبعضهم جعل عطف الاعتدال على الرفع للتفسير، فيكون المراد بالرفع هو الاعتدال. وقال بعضهم الركن مجموع الرفع والاعتدال، عشان يحلوا الاشكال. قالك ما هو الركن هو مجموع الاثنين يا اخي، انت ليه هتقعد تقول لي بقى وتقسمها لي وتتعبني؟ ده هو مجموع الاثنين، هو ده الركنية، انه يرفع ويعتدل. الا انه يلزم من الاعتدال الرفع دون عكسه، اصل يلزم من الاعتدال الرفع، واخد بالك ازاي؟ لكن لا يلزم من الرفع الاعتدال، لانه ممكن ارفع وما اعتدلش قائما واسجد قبل ما اكتمل، فمش كل واحد يرفع من الركوع يعتدل، فهم؟ فقد يرفع ولا يصل لحد الاعتدال. قول والاعتدال هو لغة المساواة والاستقامة، وشرعا أن يعود لما كان عليه قبل ركوعه من قيام أو قعود. والاعتدال ركن ولو في النافلة كما صححه في التحقيق. وقيل لا يجب الاعتدال في النفل، قيل أما يقول لك قيل يبقى ضعيف، يسموها إيه؟ لفظ تضعيفي. ويجب ألا يقصد بالاعتدال غيره فقط كما تقدم في الركوع، فلو اعتدل خوفا من حية مثلا لم يكفي لأنه صارف، يعني هو بيركع كده وقال سبحان ربي العظيم بس لقى تعبان معدي، أو صرصار وهو خواف أو فار معدي، فراح وقف كده اهو اتنطر، وبعدين ايه؟ يقول سمع الله لمن حمده مرة بالمرة بقى، ما ينفعش، لا يروح راجع تاني راكع تاني بعد ما يعدي الفار ولا الحية، وبعد كده ايه؟ يرفع تاني، عشان لازم في الرفع يكون قصده الرفع، مش قصده مش خايف بيعمله لأي سبب آخر. طب لو طلع جري يجري؟ لو جري في اتجاه القبلة صلاته صحيح يكمل، لكن لو جري وقال ياما تبطل صلاته عشان قال ياما، لأنه اتكلم أو الحقوني، مش كده؟ أي حاجة من دي، أو يا خراشي بطريقة المصريين، لأنه ما ينفعش يتكلم. خلاص؟ والاعتدال قائما لو أسقطه لكان أولى، لأنه ينافي قوله بعد من قيام قادر وقعود عاجز. ويمكن أن يجعل في كلامه حذف والتقدير قائما أو قاعدا، يعني لو بيصلي وهو قاعد يبقى الاعتدال قاعد لأنه حيومئ وهو قاعد، علشان كده ما يقول والاعتدال قائما، ده بيوصف اللي بيصلي من قيام بس، مش كده برضو؟ قوله على الهيئة التي كان عليها، أي على الصفة والحالة التي كان عليها. وقوله من قيام، يعتدل حتى يعود إلى الصفة التي كان عليها حال قراءته الفاتح قبل الركوع، كويس؟ سواء كان بيقرأ وهو قاعد يبقى يرجع قاعدا، بيقرأ وهو مضجع يبقى يرجع مضجعا كاملا
بدون اي انحناء في رقبته او شيء من هذا، او مستلقيا يبقى بدون ما يحرك رقبته، وهكذا. اي على الصفة والحالة التي كان عليها، وقول من قيام قادر الى اخره، بيان لتلك الهيئة. ولم يذكر من ذلك للضجاع، لان المضطجع يجلس للركوع فيعتدل بعوده الجلوس الذي ركع منه. المضطجع اللي هو يستطيع، المضطجع يجلس للركوع فيعتدل بعوده للجلوس الذي ركع منه. المضطجع لو كان يستطيع الجلوس يصلي من الضجاع فيبقى يجلس. وقعود عاجز عن القيام، اي او القادر على القيام في النفل، اذا فعله من قعود او اضطجاع لما علمت من ان المضطجع يقعد للركوع، فكان الاولى حذف التقييد بالعاجز عن القيام، الا ان يقال انما قيد به نظرا للغالب من ان القادر يصلي النفل من قيام. والثامن اي من اركان الصلاة الطمأنينة فيه، في الاعتدال برضه، الاعتدال قائما بعد رؤية اطمئن في برضه، عدها ركن منفصل. اي بان تستقر اعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه، بحيث ينفصل ارتفاعه للاعتدال عن هويه للسجود. يبقى عرفت صلاة الاطفال الصغيرة دي اللي هو مجرد يقف وينزل ويقف وينزل، العيال الصغيرة دي صلاتهم باطلة، لكن احنا بنعدها لهم عشان بنعلمه الصلاة، لسه بنعدها له عشان لسه بيتعلم الصلاة. لكن عيب ما تلاقي واحد كبير بيصلي صلاة الاطفال، تبقى باطلة في حق. فهمت؟ لان اللي يبطل الصلاة للاطفال قلة الادب بس. كانوا زمان يقولوا لنا كده، اللي ينقض وضوء الطفل قلة الادب، واللي ما يسمعش الكلام ويتشاء، قال يعني بيعلمونا. لكن ده كل ده طبعا تهريج، لان بيهزروا مع العيال. بس العيال طول النهار طبعا فاتحه الحنفيه وعايزه تتوضا لان اتنقض وضوئي، وهيغرقوا البيت. فلما غرقوا يقول لهم لا ما تنقضش وضوءك، اللي ينقض وضوء الاطفال قله الادب بس. انت طالما مؤدب خلاص خش صلي، وهو لسه داخل الحمام قاعد نص ساعه جوه، بره يطلع يصلي. عشان مش عايزين يغرق الدنيا، ولسه مغيرين له هدومه وهيبل نفسه وموال بقى. والست اللي في البيت الله يكون فوقنا قاعده مثلا عندها خمس عيال، طبعا الست دي ما بقتش موجوده الوقت بتاعت الخمس عيال دي، ده ما بيجيبوا عيلين بيصوتوا بيلموا الدنيا عليه. انا كان زمان الفصل بتاعي وانا واحنا فصلنا كله كان حوالي 35 طالب، كلنا لينا اخوات كتير، كل واحد ليا واحد صاحبي كان ليه 12 اخ واخت، وده ليه 6 اخوات، وده 7 اخوات، عزوه. انما دلوقتي مسكين تلاقي العيل قاعد في الفصل ليك ايه؟ يقول لك ماليش اخوات، هو اخت واحده او اخ واحد، تلاقيهم مجوزين كلهم غلاب. انما العيال لما بيبقوا اخوات كتير تلاقيهم عندهم نشاط كده، طول النهار قاعدين يعافروا مع بعض، فيطلعوا عندهم نشاط وعندهم كده حيويه. وتلاقي الصغير يتعلم الكبير، والكبير يتمرن في الصغير ويعمل شخصيه عليه، وشغلانه تبقى. وبعدين لما يكبر الصغير ده يقوم يلبس لبس اخوه الكبير، تمشي الحكايه اقتصاديا، حاجه اقتصاديه جميله برضه. فده يلبس لبس ده، وده يشيل بتاعه، وده يودي اخوه للمدرسه، وده ودي تردع اختها، ودي تمسح الشقه. كانت حياه كده جميل، تلاقي البيت كله خليه نحل. انما الوقت مساكين يا دوب بيخلف عيلين، فين؟ ده في النادي وده في الشارع، يلاقي البيت فاضي مصفصف عليه، يبقى كانه لا خلف ولا راح ولا جه. لكن نعمل ايه؟ لابد من تنظيم الاسره، سياسه، اصلها سياسه. يا بخت، ما انا بقول لك هم كانوا بيربوا بعض. هو ست البيت ما كانتش بتعمل كل حاجه برضه، اهي دي شايله اختها، ودي بتجيب مش عارف ايه، والتاني بيجيب الحاجه من السوق، وده مش عارف بيصلح الكهرباء، وده بيخرب البيت، وده مش عارف بيعمل ايه، وده بيكسر دي، وده يعني الدنيا شغاله، البيت عايش في حياه كده. والتاسع بيقول لك الطمأنينة فيه، يعني في الاعتدال، أي بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه، بحيث ينفصل ارتفاعه للاعتدال عن هويه للسجود. ولو سجد ثم شك هل تم اعتداله أو لا، اعتدل واطمأن وجوبا ثم سجد. يعني افرض هو قال سمع الله لمن حمده ونزل سجد، وهو ساجد كده ضميره أنبه، قال وأنا اعتدلت ولا ما اعتدلتش؟ يركب يرجع تاني يسيب السجدة ويرجع يعتدل، وبعدين بعد كده ينزل يسجد تاني ويسجد للسهو في الاخر. فهمت؟ ادي المعنى. يعني لو مش الركوع
لو نسي الركوع وافتكر وهو ساجد يرجع يقف وبعدين يركع. طبعا افرض الامام نزل للسجود المأمومين قالوا سبحان الله، لانه المفروض ينزل للركوع، فيرجع الامام يقف وبعدين يركع ويقول الله اكبر تاني تكبيرة انتقال، لانه الله اكبر تكبيرة الانتقال اللي قالها قالها في الاول ونزل للسجود وما كانش موضعه، فيبقى يعيد تكبيرة الانتقال تاني. فهمت؟ ونقف على التاسع من اركان الصلاة وهو السجود، لانه فيه تفاصيل نقرأها ان شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا فلن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.